من واشنطن بينضم إلينا برينت سادلر مسؤول سابق في البنتاغون. سيد برينت، أرحب بك عبر منتصف النهار. Thank you. عندما يكون معي مسؤول سابق في البنتاغون لابد أن يتسع الأفق للحديث عن النواحي الدفاعية والعسكرية. هذا الحديث أو التوعد الذي جاء من على لسان لويد أوستن وزير الدفاع لنظيره يوف جالانت بالدفاع عن إسرائيل، هل بتتوقع من واقع خبرتك أن تكون هذه المفاهمة أو هذا التعاون والدعم على المستوى العسكري عن طريق الأسلحة أم عن طريق تدخل القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط في حال نشوب حرب؟ شكرا لكم مرة أخرى على هذه الاستضافة. إن إسرائيل والولايات المتحدة لديها مصالح أمنية مشتركة، ولكن الولايات المتحدة بالرغم من الحروب الموجودة في الشرق الأوسط الخاصة بإسرائيل لم تقم بإرسال أي جنود لمعاونة إسرائيل في الحرب. الأمر الوحيد الذي حدث في هذا كانت في الحرب الأولى ضد صدام حسين، والموقف الحالي الذي يتصاعد بشدة سيكون مفاجئا للغاية إذا كانت هناك أي قوات أمريكية أرسلت إلى إسرائيل أو حاربت نيابة عن إسرائيل في جنوب لبنان ضد حزب الله. ولكن هذا تم قوله أن أمريكا ستقوم بمساعدة إسرائيل عن طريق الصواريخ والهجمات، كما حدث حين هاجمت إيران إسرائيل في إبريل الماضي. نعم، أعتقد بأنه بشكل أو بآخر سواء كانت مساعدات عسكرية أو مساعدات من خلال القوات الأمريكية هي في النهاية تصب في الصالح الإسرائيلي. دعني أشرح المشهد العسكري. نبدأ من العراق وما حدث في عين الأسد. ما هو أسبابه؟ هل هو نتيجة هذا الهجوم أو اغتيال هنية أو تداعيات التحالفات أو محاور المقاومة؟ وهل ترى الفترة القادمة ستكون صعبة على القوات الأمريكية الموجودة في منطقة العراق؟ إن الهجوم الذي قد حدث هو مثل المئتي هجوم الذين حدثوا منذ 7 أكتوبر. هذه الهجمات مدعومة من قبل طهران، لذلك هذا ليس أمرا جديدا. هؤلاء الوكلاء مثل حزب الله لديهم ملطخة بالدماء الأمريكية. الهجمات الأخيرة أدت إلى إصابات متعددة ولكن لم يكن هناك وفيات، مما يعني أن القوات الأمريكية إنهم يقومون بعمل محاورتهم مع إيران لأجل محاربة داعش. طيب سيد سيدلر، يعني العراق مرة يعني يعني عقد من الزمان كان في منتهى الصعوبة، كان هناك دور من القوات الأمريكية والتحالف الدولي. مؤخرا يعني هناك الاتفاق بالانسحاب ما بين العراق وأمريكا لانسحاب قوات التحالف الدولي. هل بتعتقد أنه سيتم هذا الاتفاق كما يعني رتب له أم المستجدات والمعطيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط ستبقيه على حاله؟ حسنا، إن الحكومة العراقية لا أظن أنهم بالنظر إلى التوقيت أو حتى بحجم انسحاب القوات الأمريكية، بالطبع إن الحكومة العراقية قد استفادت بهذا الوجود الأمريكي بشكل بالغ في أماكن مثل بغداد وبصرة. هذه العناصر والأماكن التي تتمركز فيها القوات الأمريكية بالطبع أعتقد أنهم يحتاجون إلى مزيد من الوجود الأمريكي، ولكن للشعب العراقي والحكومة العراقية هي من ستقرر، وهناك عمليات سوف يتم بناء عليها هذا الانسحاب بشكل ملائم
ولهذا لقد شهدنا هذا من قبل، انسحابين سريعين في 2013 هو ما أدى إلى انتشار داعش في كل من سوريا والعراق بشكل بالغ. لا أظن أن أي كل من الحكومة العراقية وغيرها من الحكومات يرغبون في تكرار مثل هذا الحدث. ما السبب برأيك بما تقوم به؟ يعني أمريكا الآن بالدفع بالسفن الحربية، الطائرات الحربية، المدمرات عن طريق يعني البحر الأحمر وخليج عمان. تحدثوا عن فكرة الدفاع، ولكن حجم التسليح وليس للدفاع فقط، ما الأسباب؟ إذا كنا نتحدث على وجه الخصوص بخصوص البحر الأحمر، الحوثيين متواجدون هناك وهم وكلاء آخرين لإيران بهذه المعدات والاستخباراتية لكي يكونوا فعالين في استهداف الملاحة الدولية. إن القوات هناك من المتوقع أن تؤمن هذه الأمن الملاحي ليكون هناك هذا المسار الاستراتيجي مؤمن. الحكومة المصرية وأيضا السلطات في قناة السويس كانت تخسر، تتأثر بشكل بالغ بسبب الهجوم الذي يحدث في البحر الأحمر، وأعتقد أن هذا ما يرغب به النظام الإيراني في إضعاف في إسرائيل. لذلك نعود مرة أخرى، لماذا تقوم الولايات المتحدة بإنفاق مليارات الأموال، مليارات الدولارات على الذخيرة وتبقي هذه الثغرة الموجودة في البحر الأحمر؟ لهذا فإنهم يعملون على تأمين هذه المنطقة لتكون منطقة تجارة حرة آمنة. حجم التعزيزات القادمة والتي سنعرضها الآن في منتصف النهار القادمة، حجم التعزيزات الأمريكية هو حجم كبير وضخم، هل بتتوقع أن تشارك أمريكا، ولا أتحدث عن إسرائيل بشكل أو بآخر، وإن صح تعبيرك في الدفاع عن قواتها الأمريكية أو عن يعني جنود أمريكان أو حتى عن الملاحة البحرية، ستكتفي بحد الردع مع كم هذا التعزيزات الذي وصل للشرق الأوسط مؤخرا؟ إن الإدارة الحالية قد قامت بعدة استراتيجيات وسوء تقديرات وفقا لوجهة نظري، وأحد الأسباب لهذا سفك الدماء الموجود في الشرق الأوسط يرجع إلى هذه المجموعات العسكرية وهذه الطائرات الحربية الموجودة حاليا في المحيط الهادي، بالإضافة إلى هذه أدوات القادمة. أعتقد أن الرسالة تحاول ترسلها هذه الإدارة إنها تحاول أن تحافظ على الوضع الراهن دون أي تصعيد من إيران، تحاول القيام بشكل من التوازن، العنف أقل ما يمكن تصوره منه. أعتقد أن هذا ما تحاول هذه الإدارة فعله أو أن تظهره، حتى وإن كانت لن تنجح فيه لست متفائلا كفاية تجاه هذا الأمر. سأغلق بهذه الكلمة بأنك لست متفائلا كفاية، وأعتقد هي الكلمة الصحيحة في هذا الواقع المؤلم. أشكرك سيد برينت سيدلر، وأنت المتحدث والمسؤول السابق في البنتاغون، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك.